والغزل لسه هنا، الهدف ما وصلش. مش ممكن ده، سمعوني ولا ايه؟ الاول لكيرة بخطأ من حجازي داخل الشباك، يا خبر ابيض، تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وادي الاسكندرانيه فرحانين، وكيرة تاني اهدافه هذا الموسم بعد واحد من اسرع اهداف بطوله الدوري من ضربه الجزاء في شباك انبي بقدام كيرة. الاخضر فرحان، الاسكندرانيه فرحانين بهدف عكس السير عكس الطيار. وهنا الاصابه للراجل ده سامو الكيرة، والدقيقة كام؟ الدقيقة 54 من عمر اللقاء، يضع الأول. بصوا حضراتكم هنا حجازي قلش وصبحي لا يسأل عنها تماما، أول هدف في اللقاء. لسه بقول هدفين في الملعبين التانيين، لسه هنا الهدف غايب. كيرة قال لي استنى أهدي الأول للتحداوي.